السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الصغار مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الثالث الابتدائي مع المعلمة شيخة العمر، حياكم الله. درسنا اليوم من مجال الفقه، والفقه يعني الفهم، وهو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة. درسنا هو الدرس الثالث بعنوان أصلي صلاة الجمعة. بداية نرفع أيدينا لنردد الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحسنتم. ماذا يفعل المسلم يوم الجمعة؟ أحسنتم، يؤدي صلاة الجمعة. تعالوا يا أحبتي الصغار نتعرف من خلال الآية الكريمة على حكم صلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما حكم صلاة الجمعة؟ أحسنتم، صلاة الجمعة واجبة. تعالوا يا أحبتي الصغار نجيب على النشاط الأول: أحوط الصلاة التي تغني عنها صلاة الجمعة: الصبح، الظهر، العصر. أحسنتم، صلاة الظهر. نكمل الإجابة عن النشاط الأول: أستخرج بعضا من أحكام صلاة الجمعة الواردة في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسنتم، إذا سمعنا الأذان نتجه للصلاة. أحسنتم، نترك البيع وقت صلاة الجمعة. هيا يا أحبتي الصغار نتعرف على ما جاء بالنشاط: أعدد آداب صلاة الجمعة التي يلتزم بها المسلم لينال الأجر والثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغي كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ولم يلغي يعني لم يتكلم حال الخطبة. تعالوا يا أحبتي الصغار نتعرف على آداب صلاة الجمعة. أحسنتم، الاغتسال. أحسنتم، الذهاب مبكرا إلى المسجد. أحسنتم، لا يتخطى أحدا ويجلس حيث وجد مكانا. أحسنتم، الإنصات للخطبة. تعالوا يا أحبتي الصغار نتعرف على كيفية صلاة الجمعة.
أذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. عدم اللغو أو الإشارة. أستمع للخطبتين. أصلي ركعتين جهريتين. أنا أحرص على صلاة الجمعة لأنال الأجر والثواب بإذن الله تعالى. تعالوا نستمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. والآن أصنف الأحكام التالية لصلاتي الظهر والجمعة بالتوصيل: ركعتان، 4 ركعات، خطبتان. صلاة الظهر، أحسنتم، 4 ركعات. صلاة الجمعة، أحسنتم، 2 ركعتان وخطبتان. ماذا تعلمنا من هذا الدرس يا أحبتي الصغار؟ 1. صلاة الجمعة واجبة على الرجال فقط. 2. صلاة الجمعة تغني عن صلاة الظهر. 3. المسلم يتأدب بآداب صلاة الجمعة. 4. المسلم ينصت لخطبة الجمعة إنصاتا تاما. 5. صلاة الجمعة 2 ركعتان فقط تسبقهما 2 خطبتان. 6. قيمة الدرس حب صلاة الجماعة. والآن يا أحبتي الصغار، معلمي يسأل ونحن نجيب. 1. أعد ترتيب العبارة التالية: واجبة الجمعة، صلاة على الرجال، أحسنتم، صلاة الجمعة واجبة على الرجال. ضع علامة صح أمام الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة. الاغتسال من الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة، أحسنتم. الإنصات للخطبة من الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة. ظلل الإجابة الصحيحة المكملة للعبارة الآتية: خطبتا صلاة الجمعة، قبل، أثناء، بعد الصلاة. أحسنتم، خطبتا صلاة الجمعة قبل الصلاة. وفي النهاية شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.